الحلقة اللي فاتت يا مولانا لو تتذكر معانا كان في سؤال من سيدة بسم الله ما شاء الله يمنية فاضلة كانت في العزيزية ولقت في الثلاجة أكل خدته، والمهم يعني إيه اتكلمنا في الموضوع ده، اتناقشنا فيه شوية، قلنا الأكل بيترمي والأكل، وفي ناس كلمتني على الصفحة بتاعتي قالت لي برضو احنا مختلفين معاكم شوية، اللي الأكل بيترمي وهي خدته بغرض التصدق أو واحنا وخدنا الحل، والدكتور أكرم قال لها ابعتي حتى من عندك اسألي إدارة الأوتيل وشوفي ده ممكن تعمل فيه. هي بتقول بقى حاجة تانية، بتقول في أزايز مية زمزم يعدنا ربنا يا رب وإياكم من احنا نشربها هناك في الحرم بتتوزع، أنا باخد منها، لو باخدها مش للشرب ولا للاستعمال الشخصي ولكن بهدف اهدائها للغير، هل يجوز؟ ده سؤال من واحده تانيه. نعم، مش من السؤال من الست دي، مش كده؟ لا ده سؤال من واحده تانيه، يعني لما لقيتنا بنجاوب كده قالت بالمناسبه بقى ايه واحده قامت داخله سال السؤال ده. طيب هو على كل، بس خلينا ناكد الاخ اللي بيقولوا يعني ان انتوا اخطاتوا ما اخطاتوش، اولا في فرق بين حاجتين. اختي كانت بتتكلم عن الصينيه وانا ما اعرفش ايه قصه الصينيه ديت، يعني الاخت بتتكلم الاصل في الانسان الا يطعم شيئا الا اذا تاكد من اباحته انه مباح، دي رقم واحد. دخلت فندق الطبيعي ان الموجود في داخل الثلاجات مش للناس، فالاصل في المسلم ان يسال عن ذلك، دي رقم واحد. رقم اثنين فيما يتعلق بالصينيه التي اخذتها الاخت، هذه الصينيه اصلا 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 ليست من حقها، فليس من حقها الطعام وليس من حقها الصينية التي أخذتها، وبالتالي يجب عليها أن تردها مرة ثانية. أما فيما يتعلق بماء زمزم، فماء زمزم ليس هناك من مانع أن ينقل يتنقل به الإنسان من مكة المكرمة إلى أي مكان آخر، وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدى سهيل بن عمرو من ماء زمزم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الموضوع الاستهداء بماء زمزم أقره النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومعنى ذلك أن هذه الهدية لابد أن تنقل، فهي تنقل من مكان إلى مكان. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قبل أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن أهدي لنا من ماء زمزم، يعني النبي ما كانش يقدر يروح، فطلب من سهيل بن عمرو في ذلك الوقت أن يرسل إليه بعض ماء زمزم، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء. وقالوا بأن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فالخروج بماء زمزم من مكة المكرمة عبى الإنسان زجاجة أو اثنين أو ما شابه ذلك، أرى أنه لا بأس في ذلك إن شاء الله. جزاك الله كل خير.